للمزيد ينضم إلينا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى القمة الروسية الإفريقية. أحمد، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في هذه القمة. هذا تحية لك أنت وإيمان من مدينة سان بطرسبرغ حيث مقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية، هذه القمة التي تنطلق في نسختها الثانية، وتابعنا منذ قليل الجلسة الافتتاحية لهذه القمة والنسخة الثانية لها بعد نسخة سوتشي التي انطلقت في 2019. هذه الجلسة رفعت منذ قليل وكانت تتضمن عددا من الكلمات بعد الكلمة الافتتاحية للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ثم عدد من كلمات القادة الأفارقة والزعماء. وبالطبع من بين هذه الكلمات كانت هناك كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذه الكلمة التي انطلقت من الركيزة التي ترتكز عليها مصر في دعم أو في انتهاج مسار السلم والسلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحديدا. فمصر دائما ما تعتمد على قوة المنطق وليس منطق القوة، لأن العالم يتسع للجميع، وذلك من أجل انتهاج السلم في العلاقات الدولية تحديدا ما بين مصر وباقي الدول الأخرى في مجتمعنا الدولي. نتحدث عن كلمة، هذه الكلمة أدا كانت كلمة صائبة، كلمة مرتبة تتضمن عددا من الركائز والأولويات التي لابد أن يتم العمل عليها لتعزيز الشراكة الروسية الإفريقية. وكلمة الرئيس تضمنت أربع أولويات، هذه الأولويات للعمل على تعزيز هذه العلاقات الدولية ربما كانت أولى هذه الأولويات، بأن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، ومن ثم لابد أن يتم أو أن تنأى في أي صراعات إقليمية أو دولية وصراعات قائمة بالفعل. ثاني هذه النقاط كانت صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة، هذه الحلول تبنى على أساس ميثاق الأمم المتحدة وأيضا على القانون، مبادئ القانون الدولي بما في ذلك يعني من أسس لتسوية الصراعات الموجودة. وهنا تحدث الرئيس تحديدا عن نقطة غاية في الأهمية، وهو عدم استخدام هذه الآليات المتاحة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى القمة الروسية الإفريقية من سان بطرسبرغ.